والسلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء نكذب. سبحان الله. ولا بأي شيء نكذب. فيهما من كل فاكهة زوجان. سبحان الله. ولا بأي شيء نكذب. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين
شيء نكذب. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. سبحان الله. فبأي شيء نكذب. كأنهن الياقوت والمرجان. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بأي شيء نكذب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بأي شيء نكذب. أفلح من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. يا الله. وبت أشكو وبت أشكو إلى مولاي. يا الله. وبت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي. يا الله. وقلت يا أملي في كل نائبة. لا إله إلا أنت سبحانك إني. يا من إليك يا من إليه لكشف الضر أعتمد. سبحان الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. سبحان الله. ما لي على حملها صبر ولا جلد. يا الله. ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك. يا الله. يا خير من مدت إليه يده. لا إله إلا الله. فلا تردنها يا رب. فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد. عليكم السلام.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. الله أكبر حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر
السلام ورحمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، والشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي باقي دائما لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي باقي دائما لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يسعد صباحك سيدي خالد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي فاق دائما لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. بسم الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله الصباح يا أبا حسن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الصباح صباحا مباركا لأمتنا الإسلامية. اللهم آمين. في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يخفف آلام المسلمين في أرض المسلمين، سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في أرضنا المباركة في أرض فلسطين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يخفف آلام المسلمين في أرض غزة المباركة. آمين. غزة. آمين. التي صمدت أمام هذه الهجمات الظالمة، وهنا في أرضنا المباركة في بيت المقدس نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الثبات لأهلنا وأحبتنا وإخواننا في هذه الأرض المباركة وفي هذه الرحاب الطاهرة. ونحن الآن نجلس في جنبات محراب ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي صلى فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، ومنه عرج به إلى السماوات العلى من هذا المكان الطاهر. ثم عاد نبينا عليه الصلاة والسلام وصلى مرة ثانية بالأنبياء في هذه الرحاب الطاهرة، ونحن الآن سوف نؤدي صلاة الفجر في هذا اليوم، في يوم الأحد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يحفظ أهل المسجد الأقصى، وأن يحفظ المصلين جميعا رجالا ونساء وأطفالا في المسجد الأقصى المبارك. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالنصر والفتح القريب العاجل إن شاء الله. بارك الله فيكم. آمين. بارك آمين. الله فيك أخي أبو حسن. الله جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات الثبات الثبات. بارك الله فيكم. الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا الظالمين، واعف عنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ونكره الكره. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله نعود لكم بتسجيل آخر منفصل لصلاة الفجر لهذا اليوم الأحد، وكما رأينا سيقوم بنا بإذن الله الشيخ يوسف أبو سنين، ولقد رفع الأذان المؤذن عادل القضمان. أكرمكم الله، ثبتكم الله، هداكم الله، وفقكم الله، أعانكم الله، ثبتكم الله، وفقكم لما يحب ويرضى، أعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأدخل السكينة والسرور والسعادة على قلوبكم وقلوب أحبتكم في الدنيا والآخرة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.